المطبخ أطباق نكهات ومكونات، ولكن مع حالي موسمين المطبخ ديالكم غادي يعرف أفكار جديدة ومبتكرة بنكهات مغربية وعالمية. غادي تلقوا بنا يومياً باش نتقاسموا معكم أطباق ووصفات سهلة وبسيطة ومناسبة لهالشهر الفاضي. تابعوا برنامج ضيافة حليمة وإسماعيل يومياً وطيلة شهر رمضان على قناتكم دوزام. رمضان مبارك كريم، ضيافة حليمة وإسماعيل. دوزام الأقرب منكم في رمضان. دوزام تجمعنا. رمضان كريم.